السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب وبنات ثانوية عامة مع الفيديو الثالث من سلسلة فيديوهات المراجعة النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة الفرنسية. بعد ما عملنا في الفيديو اللي فات خدنا 12 وثيقة اختيار من متعدد، النهاردة إن شاء الله هنشتغل 12 وثيقة اللي هي فري وفو. فري وفو اللي هو صح أم خطأ، وهنا بقى الفكرة انه هيديك برضو تكست، والتكست لازم تقراه من اوله لاخره، وتاخد بالك كويس جدا ان هنا ما عندكش فرصة للخطأ، يعني عندك 6 جمل ولازم تجاوب على الست جمل لان هما 6 بس، مفيش حاجة باي او مفيش حاجة زيادة عندك احتمال انت تغلط فيها. هنبتدي سريعا بالنموذج الوزير الاول 2018. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. قلت نملة الاولى. Comment être en bonne forme؟ كيف تكون في صحة جيدة؟ ده عنوان المنتدى. ليزي سيز اكستري، اقرأ هذه المقتطفات أو المقتبسات دي فورم اون ليني من المنتدى الأونلاين دي ليسي فيكتوري جو بتاع المدرسة الثانوية فيكتوري جو، ده اسم المدرسة. ماتيلد دي بنت في المدرسة هتقول إيه؟ بور اتر بيل اي اون فورم، لكي أكون بيل جميلة اي اون فورم وفي حالة جيدة أو حالة بدنية جيدة. جو في دو سبور، أنا أمارس الرياضة. Je ne bois pas، أنا لا أشرب de boisson sucrée، لا أشرب مشروبات مسكرة أو محلاة بالسكر. هتاخد بالك هنا أن verb منفي، بالتالي واخد بعديه de بالرغم من أن boisson جمع. Je ne mange pas، وما باكلش de hamburger، ما باكلش الهامبورجر مع أنها برضو جمع واخده de، و de chips، ولا باكل شيبسي، تمام؟ لأن دي حاجات تؤذي الصحة وهي عايزة تحافظ على صحتها. نيجي نشوف ميشيل ونشوفه هيقول إيه. Je ne suis pas du tout en forme، أنا لا أكون على الإطلاق، لا أكون تماما en forme، في حالة صحية جيدة، أنا حالتي الصحية زبالة جدا. D'habitude كالعادة أو كالمعتاد، le matin في الصباح، je ne mange pas، أنا لا أكل. Je suis toujours stressé، أنا دائما مضغوط أو مشدود. Fatigué متعب ومجهد. Et j'ai souvent mal à la tête، جي سوفون عندي غالبا مال ألم على تيت في الرأس أو صداع. أميدي وقت الظهرية، جو مانج أن باكي دو شيبس، باكل كيس أو باكو شيبسي. إي أون بوم وتفاحة. جان، جي إسيي دو بيردغ دي كيلو، أنا حاولت، هنا فيرب إسيي في الباسي كومبوزي جاي بعدها دو وبيردغ فعل في المصدر، حاولت أن أفقد أو أخسر دي كيلو بعض الكيلوات، حاولت أخس يعني. مي سي امبوسيبل، ولكن ذلك كان مستحيلا. مانتونو الآن، جو مانج تو سو كو جو فو، أكل كل ما أنا أريده. جو نو في با دو سبور، ولا أمارس الرياضة. جو سوي تري غروس، أنا تخينة جدا، وهنا نعرف إن هي بنت غروس. اي جي توجور مال او فونتر، وعندي دائما ألم في البطن، بطنها دائما بتوجع. طيب شوازي سي، هنختار فري او فو. هنا توت سي بيرسون سون دي في، توت يعني كل سي بيرسون، هؤلاء الاشخاص سون دي في يكونوا بنات. طبعا الاجابه هتكون فو، واضح ان ماتيلد وجان هما اللي بنات، لكن ميشيل ده ولد. هنا توت سي بيرسون سون اون بون سونتي، كلهم في حاله صحيه جيده. ايه رايكم يا شباب؟ ها طبعا فو، كلام مش منطقي. جان اي ترو ماجر، جان دي ترو ماجر، كلمة ماجر يعني نحيفة ورفيعة جدا، لا هي قالت على نفسها غروس يعني تخينة جدا، تبقى اذا الفراز هنا فو برضو غلط. ماتيلد ام بروندر دي بواسون سكري، ماتيلد بتحب تتناول بواسون سكري. تعال نشوف ماتيلد وقالت ايه على البواسون سكري، قالت جو نو بوا با، انا لا اشرب. يبقى هنا هي تحب أن تتناول، هي غلط طبعا، الجملة هتكون غلط لأن هي قالت لأ. جون نو براتيك با لو سبور، جون لا تمارس الرياضة. تعال نشوف جون، جون قالت إيه؟ جو نو في با دو سبور، أنا لا أمارس الرياضة، وهنا قال نو براتيك با، إذا الجملة صحيحة، تمام. ميشيل إم لي شيبس، هل ميشيل ده بيحب الشيبسي؟ ميشيل بياكل إيه الظهرية؟ أم باكي دو شيبس، بالتالي طالما بياكلها يبقى الفراز هتكون فري. النموذج الوزاري الثاني اللي جه في 2018 ده عباره عن ايميل، واضح ان هو دو من برنار ا الى الا، اوبجي الموضوع ميز اكتيفيتي، اذا اللي كاتب ده
برنار هيتكلم عن سيز اكتيفيتي، عن الانشطه بتاعته. بيقول في الاول: شير الا، عزيزي الا، جو سوي كونتون دو تيكريغ بور تو دوني اون ايدي ديز اكتيفيتي ايسي او كيبيك. انا اكون سعيد ان اكتب لك، او ان اكتب، ان اكتب ولا اكتب مش عارف صراحه، اكتب لك بور تو دوني لكي اعطيك اون ايدي فكره ديز اكتيفيتي ايسي عن الانشطه هنا او كيبيك. اذا الولد ده بيتكلم وبيكتب وهو عايش في مدينه اسمها كيبيك. كيبيك دي مدينه او مقاطعه موجوده في كندا. سي لوتون، انه الخريف. اي il fait déjà très froid. il fait، الجو يكون très froid، برد جدا. يبقى في الاوتون، برد جدا في كيبيك. en automne، في الخريف، j'aime faire de la natation، بحب امارس السباحه. car لان j'adore le sport، انا بعشق الرياضه. كده خلص الخريف، هيدخل دلوقتي على en été، في الصيف. je fais du delta plan، انا امارس الطيران الشراعي. et de la voile، وركوب المراكب الشراعيه او الشراع اللي بيكون على ركوب الامواج بشراع ده. au printemps، في الربيع، je fais de l'équitation، في الربيع أمارس الفروسية. اي جو جو او تنس، وبلعب تنس. اون ايفير، في الشتاء، بيان سور، بالتأكيد، جو في دو سكي، ألعب تزلج على الجليد. سي سوبر ايسي بور لو سكي، الأمور هنا رائعة بالنسبة للتزلج على الجليد. il neige de novembre à avril، il neige، الجو بيمطر جليد، de novembre، من شهر نوفمبر، من شهر 11، à avril، لشهر ابريل اللي هو شهر 4، يعني بتقعد كم شهر؟ تقريبا 6 شهور. كل دي تفاصيل يا شباب، وانت بتقرا لازم تكون حاططها في اعتباراتك عشان لما يسالك تقدر تجاوب. j'ai aussi une autre passion، وعندي aussi، ايضا، autre passion، another passion، passion بالانجليزي اللي هي الشغف، وعندي شغف اخر. ايه يا ترى الشغف ده؟ de temps en temps، من وقت لاخر، او من آن لاخر، او من حين لاخر، je photographie، أقوم بتصوير لي ديفيرونز اليمون دو لا ناتور، العناصر الطبيعة المختلفة. زي إيه هي عناصر الطبيعة؟ لا مير، البحر، لي مونتاني، الجبال، لي زاربر، الأشجار، إي لي فلوغ، والزهور. سي فان، هذا أمر رائع. كلمة فان كلمة جاية من الإنجليزي طبعًا، هذه حاجة تسبب السعادة والبهجة والسرور وكده يعني. إيه الملاحظات اللي أخدتها من ده؟ ده تقريبًا كل الموضوع ده جاي من حاجة، من درس خدناه في تانية ثانوي. علشان الناس اللي كانت بتتابعني وتقول لي مش عايزين نراجع على منهج تانية ثانوي، خدوا بالكم، ده نموذج الوزارة التاني في 2018 تقريبا بنسبة 99%. الجزئية دي كلها جاية من تانية ثانوي، بالإضافة لبعض الحاجات، كلام عن الرياضة جاي من تالتة سنة، تمام؟ فأرجو الناس اللي بتقول إن إحنا مش هنراجع الكلام اللي في تانية، يسمعوا الكلام ويريد تراجعوا. نبدأ نحل. سو كوريه، قلنا كلمة كوريه إلكترونيك، يعني بريد إلكتروني. دون ديز انفورماسيون، بيعطي معلومات، طبعا كلها معلومات وهتكون فراز فري. دون سو ايميل، في هذا الايميل برنار بارل دو سون كاركتير، بيتكلم عن شخصيته، ما جابش سيرة شخصيته خالص، كل كلامه عن الاكتيفيتي والفصول السنة الأربعة والاكتيفيتي التي تمارس فين؟ في كيبيك. طبعا الفراز هنا هتكون فو. برنار في دو سبور دوران توت لاني، هل برنار يمارس الرياضة دوران، خلال او اثناء، توت لاني، طول السنة؟ لو رجعت هتلاقيه في خلال الاربع فصول، خلال الاربع فصول بيمارس رياضات مختلفة. في الاوتون، في الخريف، بيمارس السباحة، وفي الصيف بيلعب طيران شراعي وركوب مراكب شراعية، في الربيع بيمارس الفروسية وتنس، وفي الشتاء بيلعب سكي. اذا في الاربع فصول بيمارس الرياضة، وبالتالي هتكون فراز فري. برنار ديتست ناجي اونوتون، بيكره ان يسبح في الخريف. نرجع تاني للخريف ونشوف السباحة. في الخريف بيحب يمارس ناتاسيون. هنا جاب لك كلمة ايه؟ ناتاسيون، اللي هي السباحة، ومعها فيرب فير دو لا ناتاسيون، وهنا جاب لك فيرب ناجي، هما الاتنين يؤدوا نفس المعنى، ولكن هنا قال لك ديتست، يكره السباحة في الخريف، بالتالي طبعا هتكون الفراز فو. برنار سي بيان مونتي اشوفال، سي يعني هي نو، هو يعرف، او هي نوز بقى، هو يعرف بيان، جيدا، مونتي اشوفال. طب هنا نقطة كمان، مونتي يعني يركب أو يطلع، أشوفال على الحصان، ده إكسبريسيون كده، يطلع على الحصان يعني يركب حصان. طب هو ما جابش سيرة الحصان خالص، لا جاب، بس جابها في كلمة تانية، الكلمة دي اللي هي في دو ليكيتاسيون، اللي هو يمارس رياضة الفروسية، والفروسية يعني ركوب الحصان، مش ركوب حمير مثلا، تمام؟ فهنا يا شباب للمرة التانية في نفس القصة بيكلمك في حاجة اسمها سينونيم، وده اللي أنا بقول عليه دايما. انه بيلعب معاك على المرادفات، يديك كلمه ويديك كلمه تديني نفس المعنى.
زي ما قلنا في ناتاسيون وناجي، وهنا بيتكلم برضو في ليكيتاسيون الفروسية ومونتي أشيفال. يبقى هو بيعرف، أيوة هو قال فعلا إن هو بيمارس، يبقى هو بيعرف، يبقى الفراز فري. برنار أ اون سول باسيون، عنده شغف واحد سول فقط، وهنا قال له إيه؟ أوتر باسيون، شغف آخر أو هواية أخرى. يبقى الهواية الأولى عنده ممارسة الرياضات المختلفة، والهواية الثانية كانت فوتوغرافية، إن هو يلتقط الصور. وهنا كلمة سول دي هي اللي هتديني الجملة وتخليها غلط. استغفر الله العظيم يا رب، كرهتوني في أحلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه أكتر من أمي وأبويا. أنت يا ابني التوار مش قالوكوا تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ إيه؟ ودي وثيقة السودان 2018 الدور الأول، لسه نازلة الأسبوع اللي فات تقريبا. ده عبارة عن تكست عادي جدا بيقول جو مابيل حازم، اسمي حازم، اي جابيت افيك مي بارون، واسكن مع والدايا اي ما سوغ ليلى واختي ليلى دونز اون جروند، ركز قوي على كلمة جروند، ميزون، في منزل كبير او في منزل كبير عشان في حرف جر، ها، دون لو كارتييه، في حي دو معادي اوكر، في حي المعادي بالقاهرة. تو لي جور، هنا كل الايام، الايام جمع مذكر فاخذ التو اللي فيها اي سي دي. تو لي جور يعني افري داي، كل الايام. مامون في لي كورس، ماما بتتسوق. مي اوجوردوي، ولكن النهارده. ال امال الا تيت، هي عندها الم فين؟ في الراس. طبعا تيت المفروض تتظبط عن كده، شيل الاكسون دي. ال ني بو با سورتير، ولا تستطيع الخروج. ال مي دوموند، هي طلبت مني. دو فير لي كورس، ان اقوم بالتسوق. افون دالي او كلوب، قبل أن أذهب إلى النادي. كل دي تفاصيل. avec mon ami كريم، قبل أن أذهب إلى النادي مع صديقي كريم. يبقى هو يروح النادي مع صاحبه كريم، مش هيتسوق مع كريم، ها. je vais d'abord، سوف أذهب d'abord. يبقى d'abord هنا يعني first، أولا. هطلع الأول à la pharmacie، على الصيدلية. pour acheter des médicaments، لكي أشتري أدوية. ensuite، ثم أو بعد ذلك. je vais à la pâtisserie، هروح على محل الحلواني. pour acheter un gâteau au chocolat pour le dessert، عشان اشتري تورتايه او جاتو بالشوكولاته كحلويات. enfin، في النهايه، نركز على ترتيب الاحداث. j'achète des légumes، هشتري خضروات. pour le déjeuner، من اجل الغداء، عشان الغداء. je prends un taxi pour rentrer، هاخد تاكسي لكي اعود، ها، خد بالنا من pour rentrer، هاخد تاكسي عشان ارجع. اي جو تليفون ا مون امي كريم، وهتصل بصاحبي كريم. بور لوي دير، علشان اقول له كو جو نو بو با الي او كلوب، ان انا مش هقدر اروح النادي افيك لوي معه. لا فامي دو حازم سو كومبوز دو كاتر بيرسون، عائلة حازم بتتكون من كاتر بيرسون. لازم تسأل نفسك وتطلع وتشوف. الولد اسمه حازم وعايش مع والديه، يعني عنده اب وام واخت. يبقى هو اخ وهي اخت اتنين، والاب والام اتنين، يبقوا كاتر بيرسون، وهتكون فراز فري. طول جور، كل الايام. لا سور دو حازم في لي كورس، لا سور اخت حازم اللي بتعمل الكورس. هنا قال مامو، ماما، لكن هنا سور اخت، وبالتالي هتكون فراز فو، طبعا فراز فوس عشان الناس اللي هتعمل. او دي جيني، على الغدا. لا فامي دو حازم فا مانجي دي ليجوم، عائله حازم هتاكل خضار. هو قال هشتري خضار بور لو دي جيني، علشان الغدا. يبقى على الغدا العيله بتاعت حازم هتاكل ليجوم فري. حازم تليفون على فارماسي، حازم اتصل بالصيدلية. بور اشتي دي ميديكامو، عشان يشتري أدوية. طبعا فو، لأنه قال في الأول جو في على فارماسي، أذهب إلى الفارماسي. حازم نو فا با الي أو كلوب، حازم لن يذهب إلى النادي. إيه رأيكم؟ هو قال في الآخر هتصل بكريم عشان أقول له جو نو بي با الي أو كلوب، لن أستطيع الذهاب إلى النادي، وهو مش هيروح النادي. دي جملة صحيحة. حازم اي سون امي كريم فونتو كلوب اون تاكسي، حازم وكريم راحوا النادي، هم اصلا ما راحوش النادي. وفراز فو، جمله غلط. ماذا اقول؟ ماذا اقول؟ واي شيء يقال؟ واي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ وده يا شباب القطع اللي جت في نموذج الازهر الاول، نموذج التجريب الاول في الازهر 2018. نوفيل هايبر مارشي دون لو كارتييه، نوفيل هايبر مارشي، هايبر ماركت. نوفيل، وهنا نوفيل واخده ال واحده، عشان الكلمه هايبر مارشي كلمه ماسكولين واولها حرف فويل. يبقى سوق جديد دون لو كارتييه، في الحي.
dans une semaine, dans une semaine. هنا خدنا دون لما يجي بعدها فترة زمنية تبقى من دلائل المستقبل، بمعنى بعد أسبوع أو خلال أسبوع مستقبلا. On va inaugurer. On va. إحنا سوف. Inaugurer. Verb inaugurer يعني يفتتح. يفتتح محل، يفتتح معرض، يفتتح سوق كده يعني. Un nouvel hypermarché dans notre quartier. هنفتتح سوق جديد أو هايبر ماركت جديد في الحي بتاعنا. Il se trouve près du parc. هو يقع près du parc يعني قريبا من البارك، من المتنزه. Il s'étend يمتد sur une surface على مساحة 2500 متر، على 1500 متر. Il se compose de 5 crayons. يتكون من 5 crayons، 5 أقسام. ودي طبعا خدناها في 3 سنوات، أقسام السوبر ماركت. À l'occasion de، ده expression مهم جدا، بمعنى بمناسبة l'ouverture، الافتتاح. On offre des réductions، بنقدم تخفيضات. De 25%، 25%. خد بالك على ايه؟ Sur les produits laitiers، على المنتجات الألبان. Et 20%، 20% sur les viandes، على اللحوم. Et les poissons، والأسماك. Si on veut faire des courses، لو عايز تتذوق، لو عايز تتسوق. On prend un chariot، بتاخد شاريو، شاريو اللي هي العربية اللي بتتزق دي، تحط فيها البضاعة. Pour y mettre، لكي تضع فيها، الإجريك ده يعود على الشاريو، لكي تضع فيها nos achats، مشترياتنا. دي المفروض جملة جديدة. Dans l'hypermarché، في السوبر ماركت، il y a un coin spécial. coin يعني corner، ركن سبيسيال، ركن خاص. Pour les fruits، للفواكه. Et les légumes frais، والخضروات. frais يعني fresh، الطازجة. A bas prix، كلمة prix يعني سعر، bas يعني منخفض. A bas prix ده expression بمعنى ذات السعر المنخفض أو ذات الأسعار المنخفضة. Si on achète à plus de 500 livres égyptiennes، si هنا بمعنى if، إذا ما اشتريت à plus de، بأكثر من 500 جنيه. On reçoit une réduction، هتاخد تخفيض de 10% بنسبة 10% sur tous les achats، على كل المشتريات. Cette offre est valable، هذا العرض صالح. Pour une semaine seulement، لمدة أسبوع فقط. Du من 10 au 16 janvier، من 10 ل 16 يناير. الجملة الأولى. On parle d'une grande épicerie، زي ما احنا عارفين يا شباب ان كلمة ابيسخي اخدتها في كل الكتب بمعنى محل بقالة. محلات البقالة او السوبر ماركت المنتشرة في كل البلدان، اللي هي المحلات التي تبيع المواد الغذائية، الحاجات اللي بتتاكل وبتتشرب بجميع اشكالها وانواعها. بالتالي واحنا بنتكلم هنا على ايبر مارشي، على السوبر ماركت او الهايبر ماركت، كل الكلام فيه على، هتلاقي هنا المنتجات البان ولحوم واسماك وخضار وفاكهة. بالتالي هايبر مارشي زي سوبر مارشي، زي ابيسري، زي سوبرات، في كلمه كمان اسمها سوبرات، تصغير كده للسوبر ماركت، وزي مجازان اليمونتير، وزي كلمه محل غذائي، كلها نفس المسميات لنفس النوعيه من المحلات. هنا برضو فكره السينونيم المرادفات، دي كلمه ودي كلمه تديني نفس المعنى. هايبر مارشي هي ابيسري، خد بالك انها ابيسري جراند، كبيره، محل كبير في 5 اقسام. هتكون الجمله هنا فري. La surface de l'hypermarché est plus de، المفروض هنا 2500 متر، أكبر من، دي كلمة مهمة جدا، هل هي أكبر؟ هنا قال لي il s'étend sur، هو يمتد على une surface de كذا، على مساحة كذا، يبقى هو مساحته بالظبط 1500. هنا بيقول لي أكتر، كلمة plus دي هي اللي هتخلي الفراز فوق. Cet hypermarché، هذا السوبر ماركت، se compose de plusieurs rayons، يتكون من عدة أقسام. هو هنا قال لي 5، هنا عدة، طالما عدد أكبر من واحد يبقى عدة، يبقى plusieurs، وبالتالي هتكون فراز فري. On peut acheter à plus de 500 livres égyptiennes. On peut acheter، هل ممكن أن نشتري بأكثر من 500 جنيه؟ طبعا ممكن، ولو ده حصل أنت هتاخد réduction، أو réduction 10%، طبعا هنا فراز فري. On offre une réduction de 10% sur quelques achats، هم بيقدموا عرض او تخفيض 10% على بعض المشتريات. لا، كلمه بعض المشتريات دي، هم قدموا 3 عروض، لازم ترجع كده وتتاكد. العرض الاول كان 25% على المنتجات الغذائيه الالبان، 20% على اللحوم والاسماك. اما بقى لو انت طلعت واد شجاع جدا واشتريت باكتر من 500، هتاخد 10 على كل المشتريات. يبقى ما فيش 10% على بعض، في 10% على كل، بشرط
تعدي، بالتالي هتبقى الفراز فوق. L'ouverture de cet hypermarché, افتتاح السوبر ماركت دهوت va être dans 7 jours. سوف يكون dans 7 jours. اطلع كده dans une semaine. يعني ايه خلال اسبوع؟ يعني خلال 7 ايام. هي برضو نفس فكرة المرادفات يا شباب عشان ما عدش كلام كتير، وبالتالي هتكون فراز فري. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. ده امتحان، ده القطعة اللي وجدت في الامتحان بتاع مصر 2017 الدور الأول، يعني الامتحان اللي في الثانوية السنة اللي فاتت امتحنوه جالهم القطعة دي، ونشوف هنحلها زي دلوقتي. La semaine dernière، الأسبوع الماضي، هنا هيتكلم على حاجة حصلت الأسبوع اللي فات. J'ai fêté، هنا فيرب passé composé أهو، فيرب fêté في الباسي كومبوزي. أنا احتفلت مون انيفرسير، عيد ميلادي. مين ده اللي بيتكلم؟ دافيد. يبقى دافيد ده بيتكلم عن نفسه، والأسبوع اللي فات أنا احتفلت بعيد ميلادي. J'ai eu، هنا فيرب برضو، الإي ده فيرب أفوار. كان عندي 15 سنة، تميت 15. Donc, إذن samedi soir، يوم السبت مساء، خد بالك من soir. On a fait une grande fête، عملنا grande fête، حفلة كبيرة. Chez، مكانها كان فين؟ Chez nous، عندنا. J'ai invité، أنا عزمت mes copains، عزمت mes copains، أصحابي وزملائي. Mes parents، والدي، ont été joyeux، كانوا مبسوطين وفرحانين. Et ça، وذلك، c'est bien passé، مرة بشكل جيد. ça c'est bien passé، ده فعل في الماضي المركب اهو، يعني مرت الامور على ما يرام. j'ai reçu، انا تلقيت او استقبلت او استلمت beaucoup de cadeaux، هنا beaucoup جاي بعدها de، بالرغم من ان الكلمة جمع، لان de مرتبطة beaucoup. استلمت كثيرا من الهدايا. et il y a eu، وكان هناك، ده passé composé aussi، وكان هناك ايضا un délicieux gâteau d'anniversaire، كان في تورتيت عيد ميلاد délicieux، لذيذة. Une copine a apporté ses CD، إحدى الزميلات a apporté، أحضرت ses CD. كلمة CD زي DVD زي BD، الرموز اللي بتاخد حروف من أول الكلمات لا تجمع، يعني ما ينفعش نضيف لها S. Et on a dansé، رقصنا jusqu'à minuit، لحد نص الليل. ونركز قوي على دي عشان أتخيل إن هي عليها سؤال. Une de nos voisins، هنا خد بالك قوي قوي من كلمة une، إحدى، هنا واحدة من جيراننا، n'a pas été contente، لم تكن سعيدة ولا مسرورة، du bruit، من الضوضاء. mais، ولكن، on s'est bien amusé، احنا استمتعنا جيدا quand même، بالرغم من كده. l'année prochaine، السنة القادمة، je vais fêter mes 16 ans، سوف احتفل بوصول 16 سنة. et je vais avoir un scooter، وسوف يكون عندي un scooter. بالتالي هنا سكوتير اللي هو حاجة زي الفيسبا، بالتالي الولد ده ما عندوش فيسبا بالفعل، دي معلومات استشفتها من خلال التكست. ستني، هذا العام، خد بالك بقى من التفاصيل. السنه دي دافيد ا يو ان سكوتير، دافيد عنده سكوتير، واضح جدا انها غلط. ستني، هذا العام، السنه دي دافيد ا 15، ديفيد عنده 15، واضح ان هي فري. لو جاتو دو لانيفيرسير اي موفي، الجاتو بتاع عيد الميلاد كان موفي، هنا قال ايه؟ ديليسيو، بالتالي هتكون فراز فاس او فو. Les parents de David ont été contents، والدة دافيد كانوا كونتون، هنا قال كلمة كونتون يعني سعيد، وهنا قال جويو، جويو برضو يعني سعيد أو مبتهج، كلمتين أو صفتين بيؤدوا نفس المعنى، وبالتالي هتكون فراز فري. خد بالك لما يجيب لك صفتين متناسبتين يؤدوا نفس المعنى، أو يقلبك ويجيب لك صفة عكس الصفة اللي فوق. La voisine de David aime beaucoup le bruit، الجارة بتاعة دافيد بتحب جدا الضوضاء، طبعا هو قال عكس كده، تبقى الفراز فو. La copine de David a apporté ses CD، زميلة دافيد جابت السيديهات، هو هنا قال ايه؟ une copine، زميلة، هنا la copine جابت السيديهات، ودي فراز فري، تمام كده؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك، قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب، انا عايز اشوف حد من عيلتك، انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي 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 اوكي، الله يرحم ابوك يا اخويا. ودي الوثيقة اللي جت في امتحان مصر 2017 الدور الثاني، يعني الناس اللي عادت في الدور الثاني اخذت الوثيقة دي. Pour se déplacer en Égypte، علشان تتنقل داخل مصر، on trouve de nombreuses solutions، لديك solutions، حلول nombreuses، عديدة.
لو تاكسي لو بيس لو ترين اي لو مترو. بدك اربع وسائل مواصلات قدامك. لو كير اي لا فيل. القاهره هي المدينه. لو بلو جراند افريك. الاكثر كبرا في افريقيا. الحقيقه المفروض انها تبقى لا بلو جراند دافريك عشان هي فيل. عموما يعني هنعديها. القاهره هي المدينه الاكبر. لو بلو جراند هنا الاكثر كبرا. اكبر مدينه في افريقيا. اي دي موند. وفي العالم عرب. خد بالك ان انت لازم تقول موند عرب. واكبر مدينه في افريقيا والعالم العربي. اي لا تروا ليني دو مترو. هي فيها تروا ليني، ثلاث خطوط مترو. لو مترو دي كير اي لو بروميير مترو كونستروي بار اون سوسيتي فرانسيز اون افريك. مترو القاهره هو اول مترو تم انشاؤه بار اون سوسيتي فرانسيز على يد شركه. هنا كلمه سوسيتي تيجي بمعنى مجتمع، وشركه هنا طبعا جايب معنى شركه فرنسيه في افريقيا. لو بري دان تيكي دو مترو ني با شير. سعر تذكره المترو ليس غالي. طبعا ده كان مكتوب قبل ما تغلى. اي بيرمي دو سو ديبلاسي. ويتيح التنقل دون لي كارتييه برينسيبو سولمون. ويتيح التنقل في الاحياء الرئيسيه فقط في المدينه. اون ترافاي مانتونو. بنعمل الان او بنشتغل الان او هم بيشتغلوا الان. ان بروجي دو نوفيل ليني. في مشروع الخطوط الجديده. Cela va changer la solution. هذا سوف يغير حلول دي موين دو ترانسبور او كير، حلول وسائل المواصلات في القاهرة. Le métro traverse toute la ville du Caire. المترو بيعبر كل مدينة القاهرة. هل يا شباب بيعبر الكل؟ طبعا هنا لو الناس شغلت بقهم دماغها هتقول لك اه، لكن هو الحقيقة مش اه. ايش معنى؟ لان هنا قال ايه pour se déplacer. نتنقل dans les quartiers principaux. في الاحياء الرئيسيه. طالما احياء رئيسيه يبقى في احياء اخرى غير رئيسيه او احياء هامشيه او مناطق بعيده وكده، بالتالي هي مش كل المدينه، بالتالي هتكون فراز فو. en Egypte في مصر. il y a plusieurs moyens de transport. يوجد وسائل moyens، وسائل مواصلات بلوزيور. هنا بلوزيور وهنا نومبريز. الكلمتين يؤدوا نفس المعنى، هنا عديد وهنا عديد او كثير، وبالتالي هتكون فراز مظبوطه صحيحه. لي نوفيل ليني فون شانجي لا سوليسيون دي مويان دو ترانسبور او كير. الخطوط الجديده هتغير الجمله جايه بالنص. سولا فا شانجي لا سوليسيون. ده هيغير الحلول، وبالتالي هي جمله صحيحه. اون سوسيتي ايجيبسيان. شركه مصريه فا كونستروير لو بروميير. شركه مصريه فا كونستروي. هنا المفروض طبعا يعني شيل الاف الفي دي تبقى كونستروي. اسست او انشات اول خط مترو في القاهره. طبعا هي سوسيتي فرانسيز وليست سوسيتي ايجيبسيان. شركه فرنسيه وليست مصريه، والجمله غلط. لوكير ا تروا ليني دو مترو. القاهره فيها ثلاث خطوط مترو. حاليا فيها ثلاث خطوط مترو، ده جمله صحيحه موجوده هنا. اي لا تروا ليني دو مترو، ودي جمله فري. لو تيكي دو مترو اي تري شير. تذكره المترو غاليه جدا. هو هنا قال ايه؟ مالناش دعوه بالواقع. هنا قال ني با شير، ليست غاليه، وهي هنا ليست غاليه، قال هنا غاليه جدا. طبعا الجمله هنا تبقى غلط. ابراهيم محمود ابو جبل. انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله. او سنتر كوميرسيال. في المركز التجاري، في المول. ايه اللي بيحصل في المول؟ ده ديالوج انتر فادي ولينا. فادي ولينا اللي بيتكلموا. فادي بيقول اون فا اوريون مود دي جون. هنروح القسم بتاع موضة الشباب. بور اشتي ان بنطلون بور موا. عشان اشيل بنطلون ليا. او دوزيام ايتاج في الدور الثاني. دي معلومات يا شباب ناخد بالنا منها. لينا هتقول له بيان. حسنا اي موا. وانا جو في اشتي دي ستيلو. انا عايز اشتري اقلام جاف. دي كايي وكراسات. اي دوتر اوبجي. وبعض الاشياء. او اون تروف سيز اوبجي. اين نجد هذه الاشياء؟ ام قايل لها ا لا ليبريري. في المكتبه. تو سي او سو تروف. انت عارفه اين تقع او اين توجد؟ قالت له وي. تو فا دون لا رو. هتمشي في الشارع. تو تورنا جوش. هتلف شمال. بروميير ايتاج. اول دور. اون فاس دو. في مقابل او في مواجهه. في وش الحلواني لابوار. في وش حلواني لابوار. جي اوبليي لو تيشيرت. انا نسيت التيشيرت لباسكيت الي راكيت. انا نسيت التيشيرت والكوتشي والمضارب. يا ترى التيشيرت والكوتشي والمضارب دول بتوع رياضه ايه؟ هنشوف. تو لي مي سور لا تابل ا لا ليبريري لورسكو تو يا دوموندي لو بري. تو لي مي. انت وضعتهم على الترابيزه في المكتبه. لورسكو عندما.
Tu as demandé le prix عندما سألت عن السعر. Qui pratique le sport? هو مين اللي بيمارس الرياضة؟ قال لها إيه؟ موا إيه مها؟ أنا ومها أونجو أو تنس هنلعب بنلعب تنس. فادي إلينا سانتو مارشي، هل هما الاثنين موجودين في المارشي في السوق؟ هو هنا قال سانتر كوميرسيال، في المركز التجاري. والحقيقة إنه سؤال رخم، يعني والله يعني ما هو سانتر كوميرسيال المول هو عبارة عن سوق تجاري، فأنا أما كلمة مارشي لوحديها السوق ده بتاع الخضار والفاكهة اللي متعمل في الشارع. فيعني هو سؤال غتيت، لو مشينا حرفيا سانتر كوميرسيال ومارشي هتبقى طبعا فراز فو. لو خدنا في الاعتبار ان سانتر كوميرسيال ممكن يطلق عليه ان هو سوق البيع والشراء، انا طبعا هعملها فو عشان همشي عليها حرفيا. Ils vont acheter des objets pour l'école، هيشتروا حاجات علشان المدرسه. قالت له لا مكرسات، تبقى الجمله صحيحه. On trouve les objets de l'école، هنلاقي الحاجات بتاعه المدرسه اوريون مود في قسم الموضة بتاعت الشباب، طبعا غلط لانه هيلاقوها في الليبراري في المكتبة. فادي اوبليي سيز ايكيبمو، فادي نسي الايكيبمو ادواته ومعداته في الدور الاول، هو نسيها فين؟ قالت له انت نسيتها في الترابيزة بتاعت المكتبة. طب والمكتبة دي كانت فين؟ المكتبة فين فين فين؟ بروميير ايتاج في الدور الاول. يبقى حقيقي هو نسي في المكتبة في الدور الاول وتبقى الجملة صحيحة. La librairie se trouve à droite de la pâtisserie، توجد على يمين الحلواني. هنا قال ايه؟ en face de la pâtisserie، في مواجهة، في وش، مش جنبه على يمين، تبقى الجملة دي غلط. فادي سي، فادي يعرف او ايه لا librairie، اين تقع المكتبة؟ او لو عارف ما كانش سألها. هو فادي قال لها لا librairie tu sais où se trouve، هل تعرفين اين تقع؟ يبقى هو ما يعرفش، تبقى الجملة غلط. الواد ده بيتكلم لغات. لغات ايه بس يا جدع انت؟ ده بيلاس عليه ده ما بيعرفش حاجه خالص. ثواني، اسبلها اسبلها. هتقول لي كمان اسبلها ايه؟ اسبلها اسبلها واشرب ميتها. ده ديالوج تاني انت رامي الا وخالد. رامي: بونجور ميزامي، اهلا يا اصدقائي. اذا هم اصدقاء. Samedi est le match de mon équipe au club. يوم السبت هو يوم المباراة فريقي في النادي. Vous venez؟ هتيجوا؟ Alain قال له avec plaisir. Mais à quelle heure؟ بكل سرور أنا جاي، ولكن متى؟ الساعة كام؟ قال له à 11 le matin، الساعة 11 الصبح. Tous les amis vont être au match. كل الأصدقاء هيكونوا موجودين في الماتش إن شاء الله. خالد يقول له moi aussi، أنا أيضا membre à l'équipe، أنا أيضا عضو في الفريق. يبقى رامي وخالد عضوين في الفريق. علي هيقوم قايل تعالى واحد تالت او رابع. جنيم باسا، انا لا احب ذلك. مي نوبلي با لا فيت دانيفيرسير دو ماهر سامدي، لا تنسى حفله عيد ميلاد بتاعه ماهر يوم السبت. رامي هيرجع يقول جي في دو فوت دونك، انا بلعب كره قدم، بالتالي جو نو بو با فينير افيك فو، مش هاجي معاكم، انا هيبقى عندي ماتش، مش هعرف اجي عيد الميلاد. علي هيقول له موا جي بريفير لا ميوزيك او سبور، انا بفضل الموسيقى على الرياضه. فخالد هيقول مي جيم دونسي افيك لزامي، بحب ارقص مع اصحابي. نوتر ماتش ا 11 دو ماتان، الماتش الساعه 11 الصبح. اي لا فيت لو سوار، والحفله بالليل. اون سو روتروف، سنلتقي شي ماهر عند ماهر. بور فيتي سون انيفيرسير افيك نو زامي، لكي نحتفل مع في عيد ميلاده مع اصدقاء. هنا بس اللخبطه كلها في اسماء الاشخاص، فنركز عشان ما نغلطش. علي بريفير لو سبور سولمون، علي بيفضل الرياضه فقط. نشوف علي قال ايه. علي في الاول قال انا لا احب ذلك اللي هو الرياضه، وبعدين هنا قال انا بفضل الموسيقى على الرياضه، يبقى هو بيحب الرياضه فقط. طبعا غلط، الجمله مش صحيحه. رامي انفيت سيزامي على فيت دو سون انيفيرسير، رامي بيعزم صحابه على حفله عيد ميلاده. رامي هو عزم صحابه بس حازمهم على الماتش بتاعه في النادي، ومش هيروح اصلا عيد الميلاد، وهتكون الجمله غلط. لو ماتش اي اليكول، المباراه تكون في المدرسه، هو قال او كلوب، هتكون الجمله غلط. علي نيم با لو سبور، علي لا يحب الرياضة. علي قال لا أحب ذلك، يبقى علي عرفنا ان هو لا يحب الرياضة، ودي جملة صحيحة. خالد في علي على فات دو ماهر ابري لو ماتش، خالد يريد ان يذهب الى حفلة ماهر بعد المباراة. طبعا خالد ده اللي قال لهم ان الماتش 11 الصبح والحفلة بالليل، يلا نتقابل عشان نرقص مع بعض، ودي جملة صحيحة. خالد ام لا دانس اي لو سبور، خالد بيحب الرقص والرياضة، أيوة لأنه هيرقص بالليل وهيلعب كورة الصبح. الماجستير ده قبل الإعدادية ولا بعد الإعدادية؟ قبل محطة البنزين على طول عند الحاج محمود. أوجوردوي، النهاردة.
سي سامدي، النهاردة السبت. لا فامي دو ماري، العائلة بتاعت ماري سوريوني ستتجمع افيك لي جران بارو، مع الأجداد. إلز أريف، هم وصلوا أونزور، وصلوا الساعة 11. إلز أبورت أن جران جاتو، جابوا معهم جاتوهية كبيرة. شاك بيرسون أين أكتيفيتي أفير، لكل شخص في العيلة وظيفة هيعملها أو نشاط هيعمله. لو ماتان، الصبح، لا مير فا أو سوبر مارشي بور أشتي أن بولي دو ري إي دي جو دو فروي. الصبح الأم هتروح السوبر ماركت علشان تشتري فرخة أو فراخ وأرز وعصير فواكه. لي دو فيس، الابنين الولدين أليكس إيجان إيد لور مير أبريباري لي روبا، الولدين دول بيساعدوا مامتهم في إعداد الوجبة. إيمتر لا تابلا ميدي، وتجهيز السفرة الظهرية الساعة 12. ماري ديكور لا تابل، ماري بتزين الترابيزة أو السفرة افيك دي فلور بالزهور اي باس لاسبيراتور، وبتكنس بالمكنسة الكهربائية. ابري لو ديجوني، بعد الغداء، لو بير في لا فيسيل، الأب بيعمل ايه؟ بيغسل الأطباق. توت لا فامي اي كونتونت، كل الأسرة سعيدة ومبسوطة. لو سامدي، يوم السبت، توت لا فامي دي جون انسامبل، كل الأسرة دي جون بتتغدى انسامبل مع بعض. طبعا جملة واضحة، لأن هما الظهر بيجهزوا سفرة، يبقى غدا. Aujourd'hui la mère cuisine du poulet avec du riz. النهاردة الأم هتطبخ فراخ ورز، صحيح. La mère prépare seule le repas. الأم بتجهز الوجبة seule لوحدها، طبعا فوق لأن الولدين بيساعدوها. Marie n'a pas de frère. ماري ما عندهاش إخوات ولاد، دول عندها اتنين. Alex et Jean. طبعا هتبقى الجملة دي غلط. Alex et Jean prépare la table avec leur mère. Alex و Jean بيجهزوا السفرة مع مامتهم. Vrai. صحيح. après le déjeuner، بعد الغداء، le père passe l'aspirateur، الاب بيكنس بالمكنسة، طبعا غلط لان الاب بيغسل الاطباق في لا فيسيل. وانت صغير متى اول مره اكتشفت ان حسك الامني عالي؟ انا طول عمري حسي واطي، وطول عمري معليش حسي على حد واصل. مقصودش حسك ده، اقصد حسك ده. ما علينا ما علينا. هنا بيقول باريس، ده واضح ان هو لاتر، جواب. واضح الجواب يبقى واضح يا شباب. هنا بيكون في المدينه اللي بيتكتب فيها والتاريخ لو 23 ديسمبر 2016، 23 ديسمبر 2016. شير امي، صديقتي العزيزه، الجواب ده مبعوث لبنت، تمام. والبنت دي صديقه، صديقه مين؟ صديقه اللي بتكتب الجواب اللي ماضيه في الاخر، اللي اسمها مارتين. مارتين بتكتب وبتقول ايه؟ بونجور دو باري، صباح الخير من باريس. او جو باس، حيث. Je passe une semaine de vacances. أنا أقضي أسبوع أجازة، ها؟ أسبوع يعني سبع أيام. فين؟ في باريس. Le temps est magnifique. الطقس رائع. J'ai beaucoup de choses à faire. عندي أشياء عديدة علي أن أفعلها. Ce soir، النهاردة بالليل، je suis allé. أنا ذهبت. Faire des courses. رحت أتسوق. Pour le pique-nique de demain. علشان البيكنيك، النزهة أو الرحلة الخلوية بتاعت بكرة. يعني النهاردة بالليل أنا رحت أتسوقت عشان عندي رحلة بكرة. تمام؟ Malheureusement, لسوء الحظ، la semaine est vite ou est très vite passée. الأسبوع عدى بسرعة جدا. Je rentre après deux jours à Nice. سوف أعود après deux jours، بعد يومين، à Nice، إلى مدينة نيس. طالما هترجع إلى نيس، يبقى هي أصلا ساكنة أو عايشة في مدينة نيس. Est-ce que tu as des projets pour le nouvel an؟ هل عندك مشروعات أو أفكار pour le nouvel an؟ nouvel an يعني السنة الجديدة، وده عيد كريسماس. mes amis et moi، صديقاتي وأنا، organisons une soirée، هننظم سهرة، le 31 ديسمبر، يوم 31 ديسمبر، à partir de 19h، بداية من، أو هتبدأ الساعة 19:00، يعني الساعة 7 مساء. tu viens، هتيجي. je t'attends، أنا منتظرك. مارتين كريسات لتر دو باريس، مارتين بتكتب الجواب ده دو من باريس، طبعا صح. مارتين انفيت سون امي افير ان بيكنيك افيك ال، بتعزمها انها تعمل معها بيكنيك، طبعا غلط. مارتين فارونتري دون زين سمان انيس، هترجع دون زين سمان، خلال اسبوع، طبعا غلط لانها ترجع خلال يومين. اون ديسمبر، في شهر ديسمبر، ايل في بو تون ا باريس، هي بتكتب في ديسمبر وقالت الطقس رائع. فهنا بيقول لك في ديسمبر الفي بوتون، الطقس جميل في باريس، طبعا صح. مارتين فيرا ان بيكنيك لو 24 ديسمبر، مارتين هتعمل نزهه يوم 24. اعرف منين؟ هي بتكتب يوم 23 وبتقول لها عندي بيكنيك دوما، نزهه بكره، بكره ده اللي هو هيبقى 24، وبالتالي هتكون فري. مارتين افي دي كورس، اتسوقت بور لا سواري دي 31 ديسمبر،
اتسوقت من اجل سهرة 31 ديسمبر طبعا غلط، لانها اتسوقت علشان البيكنيك بتاعت يوم 24. كلام واضح والاسئلة سهلة ان شاء الله. شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ في المزاريطة برضك، هروح فين يعني؟ ما قصدش المكان، ما قصدش المكان. الوثيقة دي عبارة عن ديالوج بيقول: لا فامي دو شارلوت، عائلة شارلوت اميناج دونز اون نوفيل ميزون، بتنقل او بتعزل الى بيت جديد، نوفيل ميزون. شارلوت بتتكلم بتقول: مامون اويسك امي لو كانابي، اين هنضع الكنب؟ الام قالت لها: ميلو ضعيها دون لو سالون سو لا فينيتر، حطها في الصالون تحت الشباك او تحت النافذة. الاب هيسأل يقول: ايه سي التابلو، طب والترابيزة دي؟ الام هتقول: او ميليو دو لا سالا مونجي، في وسط السفره، دي اوضه السفره. علي لي زونفون، هيا يا اطفال او هيا يا اولاد، ميتي لي شيز، حطوا الكراسي اوتور دو لا تابل، حول الترابيزه. جولي هتقول: اون لاس لي ليفر دون لي كارتون، هنسيب الكتب جوه الكراتين. الام هتقول: نو لا، نيتوا دابور لي زيتاجير، نضفوا الارفف اولا، دو تا شومبر بتاعت اوضتك، انسويت رانج لي ليفر، ثم رتبي الكتب فوق الايه الايتاجير فوق الارض. الاب هيقول: اون اكروش سو تابلو لا، غير بقى كروشيه هيعلق، بيقول لها: احنا هنعلق التابلو اللوحه الفنيه دي، لا هنعلقها هنا. الام قالت له: نو اكروش لو، علقها او سالون، في الصالون سي ميو، هذا افضل. الاب هيقول: جو في اكروشي لي ريدو، انا هعلق الستائر دو نوتر شومبر بتاعت الاوضه بتاعتنا، افيك نوتر فيس سيريل، مع ابننا سيريل. اذا من قبل ما نقرا الجمل دي، عائله شارلوت يبقى عندي بنت اسمها شارلوت واختها اسمها جولي وعندهم ولد اسمه سيريل، كده 3 بنتين وولد، والاب والام يبقى العيله دي 5 اشخاص. ويلا نحل الاسئله. سيت فامي ام لا ليكتور، هذه العائله تحب القراءه، طالما كلمه ليكتور يبقى هي عندهم كتب، يبقى الجمله فري. شارلوت نا با دو فرير، ما عندهاش اخوات ولاد، طبعا فو لان الولد اسمه سيريل. جولي ا اون نوفيل ميزون، جولي عندها بيت جديد. مين جولي دي؟ دي اخت شارلوت، هم كلهم عندهم نوفيل ميزون، يبقى الجمله صحيحه. لا فامي دو شارلوت ا 5 بيرسون، العيله دي فيها 5 افراد، انا قلتها ودي جمله صحيحه. لا نوفيل ميزون ا اون سالا مونجي، البيت الجديد فيه سالا مونجي، في اوضه سفره، دي جمله صحيحه. امي لو كانابي دون لو سالون لوان دو لا فينيتر، حطوا الكنبه في الصالون، دي جمله صحيحه. لوان دو لا فينيتر، بعيد عن النافذة، الغلط كله في كلمة لوان دو، المفروض تبقى سو لا فينيتر، وهنا الجملة هتكون فو. شايف نفسك فين في الكارير بتاعك؟ جرجيري، احنا ما زارعينش جرجيري السنة دي، احنا زارعين فين؟ اجبلة؟ واحنا طبخين محشي، اغرف لك؟ ايه يادي؟ ايه يادي؟ شعار دي ولا ايه؟ À l'occasion de vacances de fin d'année, بمناسبة أجازة نهاية العام، trois ados se parlent. 3 ados، كلمة ado ده اللي جا في عنوان كتاب، ado اللي هو مراهقين، 3 شباب يعني، أو شباب في سن المراهقة، se parlent، يتناقشون أو يتكلمون، أو أين، ils vont passer les vacances، أين سوف يقضوا الأجازة. هنشوف الشباب دول، أو الأول اسمه فرانسوا، بيقول: je trouve que nous pouvons aller à la mer، أعتقد إن إحنا ممكن نروح البحر. لا هناك on peut nager، نسبح، faire du ski، ونتزلج على الجليد، ايدو باتو، ونركب مركب. صراحة نسبح ماشي ونركب مركب ماشي، لكن فير دو سكي اعتقد دي خطأ مطبعي، يعني ربما يكون خطأ مطبعي وهنشوف. اوسكار: موا جي اون اوتر ايدي، عندي فكرة اخرى. اون بو الي على كومباني، ممكن نروح الريف، شي مون اونكل، عند عمي. لوان دو بروي، بعيدا عن الضوضاء، دو لا بوليسيون، وبعيدا عن التلوث، اي دو موفمون دو لا فيل، وبعيدا عن الحركة بتاعة المدينة والدوشة والزحمة. ده رأي أوسكار. جزافيه هيقول: موا جي انفي دو، عندي رغبة في فير دو كامبينج، ان انا اعمل كامبينج دون لو دازير، في الصحراء. نوزالون بريباري نو ميم لي روبا، احنا هنجهز الوجبات نو ميم بانفسنا. سي فريمون سامباتيك مانيفيك، هذا حقا امر رائع وجميل. أوسكار هيرجع يقول تاني: تو سي بروجي سون تري بون، كل هذه المشروعات تكون جيدة، مي الفو شوازير، ولكن يجب علينا ان نختار. فرانسوا هيقول: سي اون باسي، ده اسلوب الاقتراح، سي اون يجي بعديه فيرب الام بارفي، سي اون باسي سي جور على كومباني، ماذا لو قضينا هذه الايام في الريف. شي لونكل دوسكار، عند عم اوسكار، سي تري ترانكيل، هذا هادئ جدا، ترانكيل يعني الجو هناك هادئ جدا. اي نوكوت موانشير، وهيكلفنا موانشير اقل غلوا، هيكلفنا اقل
طيب اللي اقترح الاقتراح ده هو فرانسوا، أوسكار وإكزافيي هما الاثنين قالوا في نفس واحد بوني دي فكرة جيدة. كده وصلوا الحل ختامي ان هما هيروحوا هنا. شوف بقى الجمل. Les trois ados discutent le lieu de vacances de mi-année. بيتناقشوا عن مكان الأجازة بتاعت نص السنة. mi-année في العنوان فوق قالك fin d'année نهاية السنة، وبالتالي هتكون الجملة غلط. À la campagne في الريف il y a beaucoup de bruit، يوجد ضوضاء كتيرة في الريف. طبعا جملة غلط جدا. زمان ما كانش فيه دوشة، دلوقتي بقت الدنيا مليانة تكاتك وبقت الدنيا دوشة صراحة. À la mer في البحر. Les ados peuvent faire de la natation، ممكن يمارسوا السباحة. دي جت في موضع قبل كده في التكست فوق قال on peut nager، verb nager اللي هو يسبح، وهنا جاب natation، وطبعا الجملة صحيحة لان الاتنين نفس المعنى. L'oncle d'Oscar vit dans la ville، عم اوسكار عايش في المدينة. امال هما هيروحوا عند مين؟ هيروحوا عند عم اوسكار اللي في الريف، وتبقى الجملة غلط. On peut faire du camping à la mer، ممكن نعمل معسكر في البحر. ها البحر ينفع يتعمل فيه معسكر؟ طبعا نظريا الجملة غلط، لانه في التكست فوق كمان قال on peut faire du camping dans le désert في الصحراء. À la fin في النهاية il décide de passer les vacances au désert، قرروا يقضوا الاجازة في الصحراء. طبعا الجملة غلط لان هم قرروا يروحوا عند عم اوسكار في à la campagne في الريف. قولي لي يا بنتي كلمة بتبتدي بحرف الاي. ايه ايه ايه، قولي كلمة بتبتدي بحرف الاي. انسه من يا اخويا. انسه قولي كلمة بتبتدي بحرف الاي. انتو من يا اخويا. انتو. وبكده شباب يبقى خلصنا الفيديو ده اللي اخدنا فيه 12 وثيقة وعليها اسئلة فري وفو. لمينا حاجات كتير جدا، حاجات من تانية وحاجات من تالتة. لمينا وثائق الامتحانات والنماذج التجريبية وامتحانات الدور الاول والتاني السنة اللي فاتت في مصر والسودان. ارجو يكون الفيديو عجبكو، ما تنسوناش بلايك وشير، ودعمونا علشان نكبر ونوصل لكل زمايلكو واصدقائكو. شكرا لمسيو عماد وديب اللي مجهز لنا التكست اللي بنصور منه. واشكركم شكرا جزيلا مسيو وليد مصطفى ابو رضا على موقع وقناة فرنشاوي. أوروفوار.